الخير على كل مشاهدينا مشاهدي القاهرة 24 في كل مكان. نحن الآن في مدينة بنها وتحديدا أمام الشارع العقاري في مدينة بنها، حيث وفد مئات المواطنين من أبناء مدينة القليوبية لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة. وزهنا شبيه أمام حضراتكم، الكثير أتى بالدفوف والإعلام رافعين الأعلام واللافتات يرددون الأغاني يا سيسي يا بلاش واحد غيره ما ينفعنا. مساء الخير على كل مشاهدينا مشاهدي القاهرة 24 في كل مكان. نحن الآن في مدينة بنها وتحديدا أمام الشارع العقاري في مدينة بنها، حيث وفد مئات المواطنين من أبناء مدينة القليوبية لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة. وزهنا شبيه أمام حضراتكم، الكثير أتى بالدفوف والإعلام رافعين الأعلام واللافتات يرددون الأغاني يا سيسي يا بلاش واحد غيره ما ينفعنا. مساء الخير على كل